طبقنا اليوم اللي هو كوارب البطاطا. كوارب البطاطا أكلة سهلة وسريعة وطبق جانبي ممكن إنها الست تضيفه على مائدة رمضان. رح نحكي عن المواد اللي إحنا رح نستعملها أو نستخدمها في طبقنا اليوم اللي هو كوارب البطاطا. هو اسمه كوارب البطاطا معناته بده يكون في بطاطا. طبعا البطاطا إحنا رح نشويها وتكون مشوية بالفرن أو مسلوكة حسب ما بتشوف الست إلها أسهل. طبعا واللحم المفروم الناعمة والبصل ممكن إنه بصل أخضر ممكن بصل ناشف. أنا هون استبدلت الناشف بالبصل الأخضر لأنه كثير طيب معه، والبكدونس والجزر والفليفلة الحلوة والجبنة وثومة طبعا والبهارات، بهار مشكل، فلفل أسود، كمون، حسب ما بتحب الست شو تستخدم. والكزبرة الناشفة أنا عندي هون، والهيل المطحون، والفلفل الأسود ورشة ملح وزيت وزبدة لتكلاية اللحم طبعا، والجبنة اللي رح نضيفها إحنا على الوجه. رح نحكي في الأول عن أول خطوة إحنا بدنا نعملها. طبعا البطاطا إحنا إذا شويناه أو سلكناه رح يأخذ منا وقت. هون هاي الأكلة بتسهل على الست في إنه يكون إلها تحضير مسبق. تحضير مسبق في إلها خطوات. طبعا هي بتقدر إنها تسلق البطاطا أو تشويها، والتتبيلة اللي رح تحشي فيها البطاطا رح تكون برضو بتقدر إنها تحضرها تحضير مسبق. هي عندي أنا هاي حبات البطاطا، هي يفضل إنها تكون طولية أكثر عشان لما نقسمها تكون شكلها زي شكل القارب طولية أكثر. فإحنا هون بهمنا رح نخليها إحنا في قشرها، فبهمنا إن نغسلها منيح منيح، حتى لو بلزم الأمر إن نليفها في ليفة جلي نظيفة مطلوب منها إنها تكون نظيفة البطاطا، لأن ما رح نفشرها. رح نحتاج لورق سلوفان أو ورق القصدير. هاي نجيب هون حبة البطاطا نلفها هيك، نلف الكمية اللي إحنا رح نستخدمها ومندخلها الفرن إذا كان بدنا إحنا تكون إنها البطاطا معنا مشوية. أنا هون طبعا لضيق الوقت وزي ما حكيت هاي الأكلة وطبقنا اليوم في تحضير مسبق، أنا حضرت وشويت بالفرن لأنه الوقت بده وقت طويل. هاي عنا هون إحنا البطاطا المشوية، هلا منفتحها ومنشوف. بس أول إشي لازم إحنا نبلش نعمل الحشوة اللي مننا نحشي فيها البطاطا، فبلزمنا إن نركب الزيت على الغاز ونبلش نشتغل في الحشوة. احنا رح نقلب المقادير في الزبدة، كثير طيبة ان نستعمل الزبدة. رح نضيف كمان للزبدة شوية زيت عشان ما بدنا احنا الزبدة تنحرك معانا. اول شيء بدنا نقلب اللحمة، هلا بدنا نضيف البصل الاخضر اللي احنا فارمينه طبعا، والثومة وهي عندنا ثومة سنين مهروسات. راح نضيف الفليفلة والجزر اللي احنا برشناه. يعني كل المقادير اللي عنا احنا بدنا نخلطها ونقلبها مع اللحمة. تكلمنا هلا بدنا نضيف البهار اللي حكينا عنه، طبعا بهار مشكل، الكمون والكزبره والهيل المطحون.
رشة الملح والفلفل الأسود. هون مشاهدينا الست مش مقيدة في الخضرة اللي أنا ضفتها، ممكن هي تضيف البندورة، ممكن تضيف بازيلا، ممكن تضيف جزر، أي خضرة هي بتحب إنها تضيفها بتقدر إنها تضيفها، يعني بتقدر كل مرة تعملها إنها تعمل بخضرة مختلفة عن المرة اللي قبلها. طبعا اخر شيء بدنا نضيف احنا البقدونس، ممكن ان نضيف بقدونس وكزبره خضراء، لكن انا ضفت عليها الكزبره الناشفه فيعني انها بتسد. هلا اخر شيء عندنا الجبنه اللي برشناها، هيك مشاهدينا صارت عنا احنا التتبيلة جاهزة. هاي عنا احنا التتبيلة جاهزة، بنتركها بس عبين ما نجهز احنا البطاطا تبرد شوي. هاي احنا قلبنا اللحمة والبصل الاخضر مع البهار والفليفلة الحلوة والجزر والبقدونس، طبعا ضفنا له المواد. هاي البطاطا اللي انا شويتها وجهزتها مسبقا، هيك هنا هلا احنا بنفتحها. تحتاج لسكينة، راح نقسمها للنص. هلا بدنا نحفرها احنا من جوا الحبة. طبعا الحشوة انا راح اضيفها اللي في داخل حبة البطاطا راح اضيفها على الحشو نفسها. هلا بدنا نعمل احنا كيف نحشي. هاي عنا طبق، طبعا ندهنه بزيت. هي تقريبا عنا احنا البطاطا زي ما شفنا مشوية ويعني بس اشي بسيط وبتستوي، او هي اكثر من نص سوى يعني ثلثين تقريبا. واللحمه والخضره اللي راح نحشيها احنا قلبناها فهي ما راح تحتاج وقت طويل بالفرن. ممكن ان نضيف احنا في الصحن شوية مي او اذا عندنا شوربة ممكن، عشان ما بدنا تلزق احنا البطاطا في الصحن. هي صارت قوارب البطاطا معانا جاهزة، هلا بدنا نضيف عليها احنا الجبنة.
هيك صارت معنا جاهزة. إحنا هلا لازم ندخلها للفرن. مشاهدينا منذكركم إنه كل إشي عنا إحنا تقريبا مستوي، اللحمة إحنا حسناها وكلبناها مع الخضرة والبطاطا شوناها، فهلا بلزم إن ندخلها للفرن بس فترة سيحان الجبنة، يعني بس ربع ساعة أو يعني من 10 لـ15 دقيقة، وبنرجع لكم بعد ما نطلعها من الفرن. مشاهدينا الكرام، صار طبقنا اليوم كوارب البطاطا جاهز. تابعونا مع طبق جانبي جديد، ورمضان كريم.